أهلا بكم من جديد. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة نظمت في البلدة القديمة بالخليل. المسيرة التي نظمت عشية مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف جسدت انطلاقة الحملة الوطنية المطالبة برفع الإغلاق عن قلب المدينة القديمة في الخليل وإخراج المستوطنين منها. مراسلنا بشار صغير كان هناك وأعد هذا التقرير. محاولين الوصول إلى شوارع المغلقة في البلدة القديمة بالخليل، سار العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب في مسيرة سلمية مطالبة برفع حصار مفروض على قلب البلدة منذ أكثر من عقدين. لم تكد المسيرة تبدأ وتصل شارع الشهداء، أحد أشهر الشوارع المغلقة في الخليل، حتى قمعتها قوات الاحتلال وفرقتها بالقوة، ممطرة المتواجدين هنا بالقنابل الصوتية وبقنابل الغاز، وأيضا الآن تستخدم قوات الاحتلال كما نرى الرصاص الحي. تتزامن هذه المسيرة مع ذكرى 23 لمجزرة الحرم الإبراهيمية التي قتل فيها متطرف إسرائيلي 29 مصليا فلسطينيا. ومنذ ذلك التاريخ أغلقت قوات الاحتلال عشرات الشوارع في البلدة القديمة بالخليل لحجج أمنية، لكن السبب الحقيقي كان تأمين أكثر من 400 مستوطن يعيشون هنا. جئنا اليوم نوجه صرخة في وجه هذا الاحتلال، عليكم أن تفكوا هذا الجيتو عن قلب مدينة الخليل ليعيش الناس بأمان وسلام وحرية وكرامة كباقي الشعوب، لا تكرروا مأساتكم في أوروبا ضد الشعب الفلسطيني. وأدى حصار الخليل القديم إلى تمزيق الحياة الاجتماعية والاقتصادية هنا، ودفع المئات من الفلسطينيين للهجرة، وتسبب في إغلاق حوالي 2000 محل تجاري. بشار صغير، التلفزيون العربي، الخليل.